ما درت لها والو حق ربي ما درت لها والو دابا جايبتها وراي. حسيت ومن بعد تما طفله خلاص سي بون عاد في الجلسه اه سي بون قطعت لي كايي قطعت لي الكتب تاعها دارت اضراب حم على القرايه. جات ليا حكمتني بدبازي لكتفي بدبازي دخلت عليا ضربتني قتلتني. حسيت الموت جاتني باتي كي ضربتني قالت لي يمك ما رباتك قطعي دم يمك ما رباتكش انا نربيك دي ما تلقى يشوفه قالت لي ما تحشميش وقادة غير تسب فيا دايما جايبتها مورايا دايما قصرتني قصرتي باسكو دخلت عليا هي كتلبس خواتم في يديها كتلبس خواتم راح تعطاتني بدبازي كتف واحد ستة ضربات حسيت الموت جاتني قادة غنطقي وجات ندوخة حكمتني غزناجي وكان مش الأستاذة تاع فرنسية غزناجي وكان أنا طحت وتفتح وجهي وكلش ما نقدرش كرهوا لي القاية ما نقدرش حس الضيقة في قلبي ما نقدرش كرهوا لي القراية دايما جايبين عمورايا دايما يضربوا فيا دايما يسبوا فيا جايبين عمورايا ما تتوالوا والله جاي من مورايا حرش الاساتذه دايما قاع نصهم قاع كرهوني الاساتذه كانوا عندي تلاميذ يحبوني حرشتهم عليا اكل ولا يشوفون ولا خلاص ولا واحد ما يحبني في القسم كاين غير شويه بنات هكايا والام معايا وقفين عليا هال 25 دوكست عند الطبيبه بعثتني كتبت لي اسمو لاتخ للطبيب الشرعي هاني نهضر ومن بعد داتني لوسمو هذاك سميه لي بيرفور تاع دراري 27 فشحال كنت نجري بها درت لها البلاطر درت لها كلش اللي اسمه ومن بعد جبت لها لحد الطبيب الشرعي باسكو لقاتها الجمعه والسبت ومن بعد تما طفله خلاص سي بون عاد في الجلسه اه سي بون قطعت لي لي كايي قطعت لي الكتب تاعها دارت اضراب حم على القرايه يعني واش نقول لك يعني اللي كانت حاضره في المشكله هذه قاعتك هي المراقبه العامه جزاها الله خير هي اللي كانت حاضره قالت لي شفتهم كي كانوا يضربوا فيها وشفتهم كي كانوا حاضر الطفله هذيك عليها ايه اسكو راني معاها الجلسات راني مع الجلسات النفسانيه يعني اطباء ما شاء الله في المستشفى عرض اكثر من الجلسات هي نفسيه تاثرت بزاف نفسيا ما نرضاش بهذا العنف سياسه الترهيب والتخويف والضرب العمدي حتى السب والشتم العلني يعاقب عليهم القانون نطلب من الدوله الجزائريه وخاصه العداله تاخذ لي حقي حق بنتي ما نسمحش فيها لانه باللي هاد الاشياء ما نقولكش باللي هذا التعدي الثاني زاد اكد لنا بعد التعدي الاول وين نفس المراقبه هذا الشيء اللي طرح سؤال من نفس المراقبه تعدت عليها مسبقا في حادثه اولى قبل العطله وبعد ذلك زاد تعدت عليها بكلام خاطئ الكلمات اللي كانت تتلقاها الاخت ديالي الكلمات ماشي كلمة توجهها طفل قاصر كيما هذاك ديجا طفل قاصر كي توجه له هذيك الكلمات يدمر نفسانيا ثم كي يدمر نفسانيا ما يشقاش وين يوصل وين يقرا في المؤسسه هنا ما نقولكش نقولك باللي واحد يوكل ربي على الحادثه هذه اللي صرات وكلوا ربي على الحادثه هذه اللي صرات حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبه في الوضعيه تاع الاخت ديالي والسبه واللي كان في سبه ماشي غير في الاخت ديالي في كامل اللي كانوا تعرضوا هذه الاحداث كيما هذه. توجهنا الى متوسطه تدويب مدني ببراقي بالجزائر العاصمه التي تدرس بها التلميذه للتحري اكثر حول القضيه. لكن مدير المتوسطة رفض الحديث حول الأمر بحجة عدم امتلاكه رخصة التصريح من قبل مديرية التربية. تبقى القضية للمتابعة. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.